السلام عليكم. الله يعطيكم العافية يا شباب، أصحابنا المتابعين الكرام، حياكم الله جميعا. اليوم في عنا إشارة، هي إشارة تثبيت، هي اللي هو الجرن الجانبي. الجرن الجانبي يا أخوان، احنا دائما بنعرف انه الجرن الجانبي يا أخوان هو تثبيت، لكن يا أخوان مش بالضرورة يكون تثبيت، ولازم يكون أمام تحت الجرن مباشرة. الجرن التثبيت، حتى جرن التثبيت فيه له توجيه، لكن توجيه قريب، يعني مش توجيه بعيد، يعني زيه زي الإشارة بدك تقعد تحسب وكذا، عارف كيف؟ هو قريب لكن بده يكون يعني في إطار الجرن. فأنت دائما أنت مجرد من نظرتك للجرن لازم تعرف إنه هذا الجرن هدفه لازم يكون أمامه أو هدفه لازم يكون تحته. إذا كان جانبي 100% بنازل عمودي بدرجة 90 نازل للأرض ويكون في معاه ميول للأسفل، بتعرف إنه هذا تثبيت 100% أسفله. لكن لما يكون جاي على منحدر على يعني درجة 45 يا أخوان، بكون يعني زي جرن كاشف، هو زي جرن تثبيت زي جرن كاشف. نقدر نتفرج هون، نتفرج عليه يا أخوان هون. هنا هذا جرن 5 سنتي، جرن 5 سنتي، في جواته كمان جرن 3 سنتي جوا، 5 سنتي وفي جوا 3 سنتي. هذا الجرن مش جانبي، جاي بميول يا اخوان، جاي بميول للامام، يعني مش جاي مش عمودي نازل عمودي. اذا هذا توجيه، لكن توجيه قريب، هو 5 سنتي، مفروض الهدف يكون جنبه يعني قريب منه. طيب احنا لو جينا احنا مثلا هاي الصخرة هاي مجمعة تجميع، لكن مغروزة بالأرض مش متحركة ولا بتتحرك إلا إذا حفرت حواليها أكثر من متر لما تيجي تقدر تحركها، لأنه هاي الإشارة بتوصلك مؤشر لهدف. طيب تعال من هون، تعال شوفوا هون الجرون، إحنا يا أخوان إقبال الجرون بالضبط، صور الجرون. الجرن بطل علي هنا، شوف عندي شو في هنا مقابلها. هو لو جيت تعال من هون شوي، لو جيت تفرجت من هون تطلع بتلاقي في تركيب صخري يا اخوان. هاي واحدة، هاي تنتين، هاي مفصولة يا اخوان، واحدة هاي تنتين، ثلاثة اربعة خمسة، اللي فوق قاعد قعود مكشوفة، لكن هاي رصفة صخرية واضحة. الرصف الام يا اخوان، هاي الصخرة الأم، هاي اللي هي الحاضنة للمغارة. هون يا أخوان طلع شو في عندي هون، عندي تثبيت، هذا لجف قوسي، هذا اللجف القوسي يا أخوان، هذا تثبيت 100%، لجف قوسي غاطس. من هون وسيع اللجف، من تحت صار ضيق، من هون وسيع ومن هون صار يا أخوان صار ضيق، إذن ولسه غاطس للأسفل. هاي زي ما انتم شايفين لسه غاطس للأسفل. هذا اللجف 100% تثبيت. اطلع انت على الصخرة هاي، صور صخرة من هون، تعال هون، هون وقفت، طلع كيف الصخرة، طلعوا يا اخوان، طلع القص كيف الصخرة عليها قص، ماشي القص على اللجف، صور اللجف من فوق من العالي من الأعلى حتى يكون واضح أكثر. هذا هو اللجف يا اخوان، هذا هو اللجف. إذا زي ما انتم شفتوا، اطلعوا الرصفة الصخرية، هياته 1 2 3 4 5 يا اخوان. هنا صخرة كمان رقم 6، تعالوا شوفوها يا اخوان كيف جاي. شوفوا يا اخوان هنا الصخرة هاي حاضنة جوا الشجرة، جوا الشجرة هاي كانت شجرة صغيرة، هاي حاضنة جوا الشجرة، يعني الشجرة حطها الجذع، الشجرة حطها. إذا هاي كله تركيب، 1 2 3 4 5، هذول الأخرات مركبات 100% ومشغولات 100%. حتى يا إخوان عندنا هون على الشجرة هاي في عنا مستطيل على الشجرة، عندنا مستطيل غميق، هذا جوا تقريبا 15 سنتي أو 20 سنتي. ما حد يجي يحكي هسه واحد من الشباب يقول لك إيه هذا الجذع كان مكسور، لا يا أستاذ، هذا مستطيل، هذا الحفر المستطيل قبل 120 سنة، قبل ما يطلعوا الأتراك. بعد 120 سنة كيف استلبت الشجرة؟ ظل المستطيل زي ما هو،
واضح المستطيل امام الرصفه مباشره يا اخوان. هاي المستطيل وهاي الرصفه واضحه 100% يا اخوان. كل الصخور اللي راكبه هون كلياتها مشغوله، كلياتها مشغوله، كلياتها فيها شغل. هذا بيثبت انه هذا المكان كلياته مشغول. اذا المدفن بده يكون، الغرفه او المغاره بدها تكون تحت الصخر هاي امام اللجن. وحياكم الله يا اخوان، لا تنسوا تتابعونا على التيك توك يا اخوان. احنا على التيك توك بنعمل كل يوم بثين، بث الساعة 7 على حساب الاحتياطي، هذا البث تبع الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة. هذا البث بنعمله يا اخوان للموجودين في الميدان، يعني اي واحد بيدخل على البث بيكون موجود في الميدان، بيفتح كاميرا بتتابع معاه كاميرا. والبث الثاني بيبدأ الساعة 9 مساء طبعا بتوقيت مكة المكرمة، لا اللي عنده صورة واضحة بطلب قست بنزلها وبنحل الإشارة معه مع بعض. واللي عنده سؤال كمان برضو نفس الشيء بيطرح سؤاله على البث المباشر. وحياكم الله يا أخوان، ولا تنسوا تتابعونا على اليوتيوب يا أخوان. عندنا قناة على اليوتيوب باسم مجد السنديان. هاي القناة هاي مخصصة تحليل الإشارات في الميدان، يعني فيديوهات مصورة زي الفيديو هذا على اليوتيوب برضو بنفس الاسم مجد السنديان يا أخوان. وحياكم الله، اعملوا لنا متابعة واعملوا لنا اشتراك، وحياكم الله. وان شاء الله كل مرة بنجيب لكم شيء جديد، وان شاء الله الفائدة بتعم على الجميع. وشكرا كثير لكم وحياكم الله.